لو سبسكرايب لايك لو سبسكرايب لايك لو سبسكرايب. ها اهلا وسهلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اكيد انت هنا على مود تتعلم اللغه الانجليزيه بسرعه ومن اول مره، صحيح؟ اذا كان هذا الشيء اللي جاي على اساس على مود تشوف هذه الحلقه، انت بالمكان الصحيح. لكن هناك شروط، لكل شيء هناك ثمن، والثمن انه تتعلم من اول مره. هناك عده خطوات لازم تتبعها، واذا ما تريد تتبعها راح تحتاج الى مشاهده هذه الحلقه اكثر من 50 مره، ويجوز اصلا ما راح تحفظها. اذا تريد تحفظ معلومات اليوم من اول مره، راح اعطيك طرق بسيطه الان تبدا بها حتى تقدر تحفظ جميع المعلومات من المشاهده الاولى. خليك وياي الان. جيد، الفكره وما بها فكره بسيطه جدا. اول شيء تضغط على لايك اند سبسكرايب، لان انا كنت محتار باي وحده راح ابدا وياكم، باللايك لو سبسكرايب. لكن بالنتيجه سوين اثنينهن، هاي اول خطوه حتى تحصل على جميع القصص بالتسلسل. كل يوم راح تكون عندنا قصه جديده انجليزيه نشرحها بالتفصيل ونحفظ اهم الكلمات. ثاني شيء تجيب القلم والكراس اللي تعودنا عليه حتى تكتب جميع الكلمات. ثالث شيء تكرر العبارات بصوت مرتفع، طبعا بس بدون ما نزعج الاخرين ابدا. نكرر العبارات بصوت مرتفع حتى نحفظ اللفظ الصحيح، نكتبهن حتى نحفظ الكتابة الصحيحة. وأيضا أهم من ذلك كلها أنه تركز وياي من هذه اللحظة. فكرة الحلقة بالكامل هي أنه نبدل أولا بشرح الكلمات، نأخذ معانيهن. النقطة الثانية نقرأ القصة سوية، وبعدين راح نرجع نراجع الكلمات نفسها. وأهم خطوة بهذه الحلقة أيضا هي أنه أنت تسوي الاختبار اللي موجود على مودك. الكلام اللي أقوله نظري، لكن الشغل والعمل عليك، اللي هو راح تسوي شنو؟ راح تأخذ الكلمات اللي عندنا الجديدة حتى لو مر عليك مسبقا، كون جملة مفيدة عن كل كلمة من هذه الكلمات الموجودة بحلقة اليوم، واكتبها بالتعليق أسفل هذا الفيديو حتى أمر عليها وأصححها إن شاء الله. إذن خلينا الآن نبدأ بالكلمات، نشرحها بسرعة وبعدين نبدي بالقصة. Let's begin. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. كرر معي. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. ممتاز. الآن خلونا نبدأ نقرأ القصة سويا. Let's begin with today's story. Mr. Robinson never went to a dentist because he was afraid, but then his teeth began hurting a lot, and he went to a dentist. The dentist did a lot of work in his mouth for a long time. On the last day, Mr. Robinson said to him, "How much is all this work going to cost?" The dentist said, 20 live pounds. But he did not ask him for the money. After a month, Mr. Robinson phoned the dentist and said, "You haven't asked me for any money for your work last month." "Oh," the dentist answered, "I never ask a gentleman for money." "Then how do you live?" Mr. Robinson asked. "Most gentlemen pay me quickly, but some don't. I wait for my money for 2 months, and then I say, 'That man isn't a gentleman,' and then I ask him for my money." أما الآن بعد أن قرأنا القصة، خلينا نراجع الكلمات مرة ثانية. Let's take today's new words again. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. كرر معي. Dentist afraid, mouth cast, gentleman. ممتاز.
أما الآن خلينا نشوف القصة مرة ثانية، وبعد ما نخلص القصة حاول أنه تستمع وما تباوع للسبتايتل الموجود بالأسفل، وبعد هذا شوف القصص الموجودة راح تجيك بعد هذه الحلقة. Mr. Robinson never went to a dentist because he was afraid, but then his teeth began hurting a lot and he went to a dentist. The dentist did a lot of work in his mouth for a long time. On the last day, Mr. Robinson said to him, "How much is all this work going to cost?" The dentist said, 20 live pounds. But he did not ask him for the money. After a month, Mr. Robinson phoned the dentist and said, "You haven't asked me for any money for your work last month." "Oh," the dentist answered, "I never ask a gentleman for money." "Then how do you live?" Mr. Robinson asked. "Most gentlemen pay me quickly, but some don't. I wait for my money for 2 months, and then I say, 'That man isn't a gentleman,' and then I ask him for my money." إذا الآن انتهينا من قصة اليوم، أتمنى تكون استفادت. لا تنسى الاختبار، اكتب جميع الأجوبة أسفل هذا الفيديو أو على الواتساب، موجود أيضا رابط في مربع الوصف. إذا شكرا لك على المتابعة، وانتظرني غدا في حلقة جديدة من قصة إنجليزية للمبتدئين. أما المراحل الباقية تأتيكم تباعا إن شاء الله. إلى اللقاء.